نقيب المحامين يفتتح نادي المحامين بجليم بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والمستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الأسكندرية والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين والأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالأسكندرية ولفيف من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ونقباء أعضاء مجالس النقابات الفرعية ويؤكد أنه أصبح النادي رقم واحد في الجمهورية. الأستاذ عبد الحليم علام يعقد لقاء مفتوحا مع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين خلال فعاليات افتتاح نادي المحامين بجليم ويكشف بالأرقام مصروفات نادي جليم ويعرض نتائج خطة ترشيد الإنفاق التي بدأها في نقابة المحامين ويسرد الإنجازات التي تحققت الفترة الأخيرة في الملفات النقابية المختلفة. نقيب المحامين يسمن الدور البارز لمحافظ الأسكندرية اللواء محمد الشريف في إنشاء نادي جليم ويشيد بالمواقف المشرفة لرئيس نادي قضاة الأسكندرية المستشار سعد السعدني مع المحامين ويؤكد أن محافظ الأسكندرية وافق على تخصيص 500 متر وعشرة وذلك لإنشاء مبنى نقابة الأسكندرية وجاء ذلك خلال افتتاح نادي جليم. نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام يقدم التهنئة للأمتين العربية والإسلامية ولفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى كافة المحامين في مصر والعالم العربي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. نقيب المحامين يصدر قراراً بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملاً لأسرة المرحومة الأستاذة أميرة جمال وأسرة المرحوم الأستاذ ياسر جلال وأسرة المرحوم الأستاذ أيمن عبد الستار موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق لأسر الزملاء شهداء المحاماة دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات. نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في شقيق الدكتور أبو بكر ضوى الأمين العام المساعد لنقابة المحامين ويؤدي واجب العزاء في وفاة المستشار صبحي اللبان مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم ويقدم واجب العزاء في وفاة الراحلة الأستاذة أميرة جمال المحامية بحلوان. اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية يعبر عن سعادته وفخره بوجود صرح عظيم مثل نادي المحامين بجليم على شاطئ محافظة الأسكندرية ويؤكد أن نقابة المحامين أقدم وأعرق نقابة في مصر والوطن العربي وتاريخ تأسيسها يمتد لما قبل عام 1912. المستشار سعد السعدني رئيس نادي قضاة الأسكندرية يسمن المجهودات التي يبذلها الأستاذ عبد الحليم علام في خدمة المحامين ورفعة المحاماة ويؤكد أن نادي جليم صرح كبير يدعو إلى الفخر ويتمنى أن يتم إنشاء نادي مشابه لنادي جليم يكون خاصاً بالسادة القضاة. الأمين العام لنقابة المحامين يمنح الدارسين في معهد محاماة القاهرة الكبرى إجازة يوم الأحد القادم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.